مدشين اليوم الحملة الوطنية الطارئة للتحصين ضد شلل الأطفال، الجولة الأولى التي تستمر لمدة 3 أيام من 25 حتى 27 فبراير. وهذه الحملة تأتي بشكل احترازي في هذا العام بعد أن نفذنا خلال العام الماضي 3 جولات، وأثبتت اللقاحات خلو المناطق المحررة من أي حالة شلل الأطفال من بدأنا الحملات. وبالتالي بسبب ما زال الفيروس موجود في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، فتأتي هذه الحملة كإجراءات احترازية، ولدينا جولتين، الجولة الأولى الآن دشناها، والجولة الثانية إن شاء الله بعد شهر رمضان. وهذه الحملات تستهدف أن الوصول إلى 1,200,000 طفل في 12 محافظة، ونتمنى من كل أولياء الأمور الحرص على التعاون مع فريق التحصين وتحصين أولادهم للوقاية من ضد شلل الأطفال. فاللقاحات فعالة وآمنة ومجانية، وإن شاء الله نتمنى كل صحة وعافية لأطفالنا. ومعنا في هذه اللقاء الشكر الجزيل ايضا على فعاليات المؤتمرات وحلقات النقاش والندوات. مدى الاعتراف بهذه المؤهلات من عدم تفكيرها، تسكينها، ملائمتها مع الاطر الاخرى ووزاره التربيه ايضا. اذا معنا 100 دوله تبنت الموضوع لحمله معلمات مختلفه منها المؤسسه الاوروبيه للتدريب المركز 23 عام تشاوري بأهداف تحسين مخرجات وجودة هذه المخرجات للتعليم العالي وأيضا مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني، بهدف ردم الفجوة الواضحة التي حددتها كثير من الدراسات بين واقع سوق العمل ومخرجات الجامعات والمعاهد التقنية والمهنية. وحقيقة جاء هذا المؤتمر في وقته ليكون معالجة رئيسية علمية لردم هذه الفجوة. في مؤتمر تشاوري ومن أجل جودة المنتجات ومتطلبات سوق العمل، هذا مهم جدا. كثير من الدول تركز على ما هي احتياجات بلدانهم للمخرجين، نحن لازلنا الآن المخرجات أكثرها نظرية وأكثرها أكاديمية، نحن نريد ناس ماذا يريد القطاع الخاص؟ لو عرفنا ماذا يريد القطاع الخاص ووصلت المخرجين الجودة المطلوبة، ستترقى الأعمال التجارية، سيترقى البلد، سيتحسن وضع السوق، لأنه بيكون اللي يديره ناس متخصصة. نحن لازم الآن نعمل عمليات اكتسابية والأسرية العائلية وهكذا، لكن العالم تغير ولازم نتغير مع العالم عشان نواكب هذه المتطلبات. ما معنى خط رجعة إلا هو الخريجين. عشت إيماني وحبي أممية، ومسيري فوق دربي عربية، وسيبقى نبض قلبي يمنية، لن ترى الدنيا على أرضي وصية. اليوم تم تدشين الفعالية
الثقافية والتاريخية الكبيرة في مدينة شبام التاريخية، وهي ندوة بعنوان شبام في عهد ازدهارها التجاري. طبعا كانت فعالية كبيرة استعرض فيها تاريخ شبام وبعض الأهازيج وكذا، أيضا كلمات من الجهات المعنية والمسؤولة، وستبدأ الندوة الآن، الندوة العلمية ستتناول 7 محاور في شبام وتاريخ شبام وعهد التجارة في شبام كحاضرة ومدينة كانت هي الملتقى الأساسي فيها في وادي حضرموت، ثم إلى المحافظات المجاورة والمناطق تمر عبرها قوافل التجارة كاملة، كانت من تاريخ البعيد إلى اليوم، والتاريخ يعيد نفسه، ونحن اليوم في استحضار التاريخ في شبام، وهي عهد جديد إن شاء الله، ومع حركة التاريخ شبام حاضرة وموجودة، واليوم أثبتت بأنها فعلا حاضرة تاريخية كبيرة في كل زاوية من زوايا شبام يتكلم التاريخ، وكانت فعالية جيدة كبيرة رائعة، وكذلك التحضير كان على مستوى الفعالية. شكرا لكل القائمين على هذه الندوة، لجان وبرئاسة مدير عام مديرية شبام، وبإذن الله تكون هذه فاتحة خير على المدينة وعلى المديرية وعلى المنطقة حضرموت عامة والوطن كذلك. اسمحوا لي نيابة عن زملائي في السلطة المحلية بمديرية شبام وكافة مواطني هذه المدينة وباسم اللجنة التحضيرية للندوة وجميع اللجان التنظيمية العاملة فيها، ندوة شبام في عهدها التجاري، إنه لمن دواعي سرورنا وفخرنا واعتزازنا أن نكون شركاء في السلطة المحلية في احتضان مدينة شبام العريقة هذا اليوم الأغر للندوة العلمية التي تحمل عنوان شبام في عهد ازدهارها التجاري، وكل الفعاليات التراثية والفنية المصاحبة لها مع مركز حضرموت للدراسات التاريخية، ونحن على يقين تام بأن مثل هذه الندوات العلمية التي تضم أوراق عمل من كوكبة من رجالات البحث العلمي الذين نفتخر بهم ويشكل أفقا علميا عن تاريخ مدينة شبام التاريخية. نحن سعداء في هذا اليوم الاستثنائي وفي هذه المدينة الاستثنائية، وشبام منذ أن كانت وستظل وهي محط أنظار الناس لتميز خاص بها، لا أريد أن أخوض في هذا التميز، ولكن ستدل عليه بعض الأبحاث التي ستقدم في هذه الندوة. وفي مركز حضرموت للدراسات التاريخية كغيرنا اهتممنا بهذه المدينة، وكنا نحس أننا مقصرون في حقها، ولكن هذا بعض الوفاء، فأرجو أن تقبلوه منا كما نشكر السلطة المحلية بالوادي والصحراء وبالمديرية التي تعاضدت معنا وساندتنا، نشكرهم شكرا خاصا وجميلا وكثيرا. طبعا اليوم تعقد الندوة الخاصة بشبام في عهد ازدهارها التجاري، وهذا يعطي كثير من حقائق وإعادة المجد للمدينة الذي انقرض في الجانب التجاري، وانتشر بيوتات تجارية إلى المكلا وعدن والحديدة وصنعاء وكل مناطق البلاد. الحقيقة في هذه الخيمة نحن موجودون الذي تحاكي الزمن القديم لمدينة شبام في التجارة، سواء بالنسبة للنشاط النسائي أو النشاط الآخر. هناك أيضا ستكون الندوة ستقدم 10 بحوث حول هذا الجانب. الحقيقة شبام تشهد الآن عرسا منذ أكثر ما يزيد عن 15 قرن من الزمن لم تشهد مثل هذا. علوي بن صميط عضو اللينة الرئيسية للندوة، نائب رئيس لينة الندوة ولينة الفعاليات المصاحبة. We'll be right back.
تقرأ من قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله من الشيطان الرجيم. يا إحياء لروح التنافس في مجال القرآن الكريم تقيم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم فرع مارب التصفيات الأولية لبرنامج لآلئ القرآن الموسم السابع الذي يداع عبر أثير إذاعة مارب المحلية. هذا البرنامج ترعاه الجمعية للموسم الثالث وهو الموسم السابع. يتقدم هذا العام للمشاركة في هذا البرنامج 150 طالب وطالبة. سوف يتم المشاركة في هذا البرنامج من قبل 60 طالبا وطالبة بإذن الله تعالى في 30 حلقة في ليالي وأيام شهر رمضان المبارك. نقيم هذا البرنامج من أجل إحياء روح التنافس في القرآن الكريم، من أجل تشجيع أبنائنا لحفظ القرآن الكريم، من أجل إشهار مراكز ودور وجمعيات القرآن الكريم من خلال هذا البرنامج الذي يذاع عبر أثير إذاعة مأرب المحلية، من أجل إظهار عمل القرآن الكريم وروح القرآن الكريم في محافظة مأرب. إلى الآن 140 طالبا وطالبة على مدار 3 أيام، وهناك لجان منافسة تصفيات أولية تقوم بعملها على أكمل وجه حتى نستطيع أن نبرز مهارات أبنائنا الطلاب في حفظ القرآن الكريم وتجويده، وأيضا نستطلع ونستنتج الأصوات الجميلة التي تتغنى بكتاب الله سبحانه وتعالى. القمر بحسبان والنجم والشجر كتاب من شيء ثم إلى ربهم أخذناهم بغتة فإذا هم يعلمون فلما الأعداد التي تزايدت أو أي منظومة إدارية عمل أيضا الأهواء والأهداف الشخصية. إن خير من استأجر القوي الأمين. نشكر قيادة السلطة المحلية على رعايتنا إن شاء الله على مختلف واقع العمل في مختلف المكاتب والبرنامج ثم أعتابا ونستبعدنا في الاتفاق. طبعا هذه الدورة كان مكتب لأنه كتطبيق عمل، وإذا حصل لغط فعلى المسؤول المباشر تتبع القيادة المالية. بدل المالي أو بدل المالي الحملة الوطنية لشلل الأطفال. تشرفنا اليوم بتدشين الحملة الوطنية لشلل الأطفال، وهنا نشكر الأخوة في وزارة الصحة ومكتب الصحة في محافظة مارب للإعداد والترتيب الجيد لنجاح هذه الحملة التي تستمر 3 أيام. طبعا المستهدفين أكثر من 93,000، والحملة تضم أكثر من 1,000 فني ومساعد. نشكر جهودهم ونتمنى من الأخوة في السلطات المحلية في المديريات والأخوة المواطنين والمجتمع بشكل عام أن يتعاونوا في نجاح هذه الحملة الوطنية لشلل الأطفال. دشن حملة شلل الأطفال، الحملة التي تستهدف 93,800 طفل، وهي من بيت إلى بيت ومن منزل إلى منزل. نحن قمنا بالإعداد لهذه الحملة من وقت مبكر في قضية التخطيط والتجهيز وكذلك التدريب والإعداد، وبعدها
تم تجهيز كل الفرق بجميع المستلزمات والاحتياجات مع كل ما يحتاجه الفرق والمديريات. وبعد ذلك نحن اليوم بعد هذا كله ندشن هذه الحملة التي تستهدف 83 أو 86 ألف بيت و93 ألف و800 طفل. عدد الفرق التي تشارك والكادر الإشرافي والكادر الفني لهذه الحملة 1300 كادر. عدد سيارات النقل ووسائل النقل 108 وسيلة. ومن هذا المنطلق نحن ندعو كل الآباء والأمهات بمساعدة فرقنا و مساعدتهم لتطعيم أطفالهم وفلذات أكبادهم. إلى مكتب الشباب والرياضة. بطولة الكاراتيه التي نظمت محمد النظاري. يا نختتم بطولة الكاراتيه التي استمرت لمدة 5 أيام، شارك فيها 40 مشارك. تم تكريم اليوم 28 من الشباب من الثلاث الفئات. طبعا تأتي هذه البطولة برعاية كريمة من اللواء سلطان من علي العرادة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظة مارب، ومتابعة وزير الشباب والرياضة. اختتمنا اليوم بطولة الكاراتيه والتي كانت أول بطولة تكون أشبال وناشئين شباب، وتم قبلها يعني دورة تحكيمية، وكانت الدورة التحكيمية هي رافدا للتحكيم على البطولة لكي يطبقوا في جانب عملي، فكانت البطولة ناجحة جدا جدا بكل المقاييس. عارفين ايش يعني طفلك لما يكون جعان ويقول لك يابا او يما انا بدي اكل، وانت زيكم معززين معففين مكرمين. احنا مش شرحبين، احنا بنطالب بابسط وموت قدام عينينا على الرجاء. احنا بنترجاكم تطلعون ولا طحين ولا ادويه ولا بنزين ولا مستشفيات، حتى بتعمل كل مستشفى. انتم مبسوطين لما تشوفونا احنا بنموت قدام عينيكم بتفرجوا علينا. احنا هنا بدنا طحين. Thank you.